سهل. روح روح طول بالك طول بالك حبيبي طور روحك انسى همومك بيك مرسومك في شهر الخير ارسم بسمه وكلمه حلوه وشغل عقلك بالفوازير طور روحك انسى همومك بيك مرسومك في شهر الخير ارسم بسمه وكلمه حلوه وشغل عقلك بالفوازير رمضان يا نا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج طور روحك واربح معنا. حلقتنا لليوم راح نفتتحها من منتنزه البير في كفر قرع، والفائز في الحلقة السابقة شادي عسلي. شادي عسلي ألف مبروك، تواصل معنا على الرقم الظاهر على الشاشة قدامك وراح تربح هدية. أما سؤال الحلقة، كلمة من 7 أحرف إذا حذفنا حرف أصبحت 8، فما هي هذه الكلمة؟ تعليقاتكم وكملوا معنا الحلقة من طور روحك. سلام. مشاهدينا مكملين حلقتنا من محل حشايا المميز جدا. السلام عليكم. السلام، هلا. عرفنا حالك. أمير عزم كفر قرع. سليمان عزم كفر قرع. سيدي عزم. ما شاء الله، شو بتتشروا من حشايا؟ تشرب حشايا شو نعمل؟ الحمد لله رب العالمين. هم طلبوا ولا انت؟ بس هم اللي بيطلبوا. متعودين يعني؟ دائما متعودين، احنا بس من حشايا بنشتري. حب تشتري من حشايا؟ اه. اشتريت ولا بعدك؟ بعدني. طيب بس اسال ابوك سؤال، اذا ابوك بيعرف الجواب بتربح هاي الهديه، شايفها؟ بيقدر يساعدني طبعا. اه بيقدر. اه يعني بدون بقدرش. هذا اسالك ايش يسال؟ كل الكلمه وجمعها. حلو. فم. 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 جمع فم. اه؟ في جمع؟ أف لا إشي كربت أف أفمام لا أف أفمة لا نصور هذا عشان أعرف لا بزبطش معنا استنى تعمقي في الإشي أف كم ساعد فيك مش عارف الصراحة. أفو أفوا أفوا ما شايف هذا ما اشتروا يعني لا بس هذا خربت نخرة واحد هذا يعني يلا نخرة واحد أخرج كلمة وجمع أنت لك تقول لي صباح طبق أطباق طبعا هي سهلة بكت مزحة على الآخر يلا ركز لي بقى هي صعبة شوي بس بحاول أساعدكم طاووس طاووس طوى طوائس لا إشي كريم طوى طوى زي طوائس بس إشي طوائس لا طوى من طاووس طوى انت كل تسه كلمه طواويس كل طواويس 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 اجابه صحيحه شو متردد بتقول لي بصور وقف التصوير طواويس طواويس شايف معلومات منيحه على الاخر وربحت معنا هديه من حشايا تفضل شكرا لكم اعطيها له اعطيها له تفضل لا له الها خلص هاي لك الهديه هسه بتشتروا انت واختك ماشي شكرا لك وكل عام وانتم بالف خير شكرا لكم بارك الله فيكم مشاهدينا احنا متواجدين في مراد بوتشر مرحبا مرحبا تعرفنا حالك عبد اللطيف مراد كوربي يعني انت ابن صاحب المحل اه ما شاء الله كده صار لك تشتغل المحل يوم انا جاي كاميرا ودنيا عشان دي طلعت تشتغل بس يوم واحد اه بعت شيء يعني كل شيء صرت بايع اه بايع طب شو بيطلع لك لما تبيع ولا شيء تشتغل اول يوم وبيطلع لك شيء لا. طيب شو يعني وضع اللحم اليوم منيح يعني بعت لحمة ولا إشي تاني؟ بعت لحمة وكل شيء. كل شيء بعت. أوه. أنت بقاعدين أكون يعني. أوه. طب وإذا أنا دشتر بتمركني؟ أوه. أنت كل شيء عندك موافق عليه؟ مش كل شيء. مش كل شيء حسب يعني. أوه. طيب شو بتحب تقول للناس مناسبة العيد؟ كل عام وأنتم بخير. أي صف أنت؟ سادس. سادس يعني طالع السابع. أوه. وشو مفتش تصير لما تكبر؟ لاعب. لاعب كرة قدم. أوه. شو بتلعب؟ هجوم. تلعب هجوم ابوك بيلعب وسط ابوي كل شيء بيلعب بكل شيء بيلعب بس هو بحب الوسط اه يعني انت بتجيب جوال مش كثير مش كثير يعني اكثر بتحب تهاجم بس اه طيب ان شاء الله نتمنى لك النجاح ونشوفك لاعب كره قدم مخضرم ان شاء الله الى اللقاء باي ظبط له اللحمه طيب كل عام وانتم بخير
مشاهدينا مكملين حلقتنا من عند مراد بوتشر، والمرة معنا العاملات اللي كل مرة بيشوفونا هنا وبيقولونا حابين نشارك، فحابين تخليكوا تشاركوا. ومش بس هيك، اللي بتعرف الجواب رح تربح هدية من أوبتينايس. تعرفين حالك؟ أزرع عقل. أي نخاش. أنت كنتي معنا؟ آه. شايفة؟ يعني هي مجربة يعني وعارفة، بس بجوز تجاوب بسرعة، فبدك تتحديها. أسألكم سؤال، إذا بتعرفوش بتقولوا لي، بعطيكم احتمالات. أثقل مادة على الكرة الأرضية؟ أثقل مادة؟ المواد الطبيعية طبعاً. احتمالات. احتمالات. اليورانيوم، الألماس، الذهب. الألماس أنا بقول. إجابة خاطئة، اللي بعده. شو كمان؟ اليورانيوم ظل والذهب. اليورانيوم. أنت قلت الذهب. اليورانيوم أي. بس منو جاوب الأول؟ الأولى. طلع لما بتبقى خبرة بالمقابلات ورابحة قبل بمرة، فأكيد تجاوب صح. إجابة صحيحة، اليورانيوم. شكرا. تربحي نظارة من أوبتينايس، تعطيها عدسة، يعطيها عدسة الشمال وانت خذ اليمين. تمام. ألف مبروك وكل عام بخير. وانت بخير. نظاراتك أوبتينايس حلوة وبتلبق عليك، بتشوف الصحة بعينيك وبتخلي الدنيا نايس حواليك. أوبتينايس. جدينا مكملين حلقتنا من عند مراد سنتر. السلام عليكم. وعليكم السلام، ملفيك، رمضان كريم. هو قرب العيد، بس يلا نحسب لك إياها صح. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. كيف حالك؟ الحمد لله، لفيك. عرفنا حالك. مهدي يعقوب. مهدي، كيف الصيام معك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف البوات؟ إيه. شفتك مشتري بوت. آه والله. هذا البوت تعرف شو بده؟ بده هدية من مراد سنتر. من مراد سنتر أكيد. مراد بيكسرش. بيكسرش. طيب بدك انت هذا بوت مشتري للشغل يعني؟ اه للشغل. يعني مش للطلعات؟ لا لا للشغل. تعرف عنده بوات اللي بتحب طلعات جبال واشياء؟ هذا بنطلع فيه. برضو؟ طيب يلا. السؤال هو، غاز بيساعد على الاشتعال؟ غاز البيت. لا، غاز بيساعد على الاشتعال، غاز من المواد الطبيعية يعني من الحياة موجود. اعطيني خيارات. خيارات، اكسجين، نيتروجين. نيتروجين. أكسجين. طيب مش هذا السؤال بك. طيب هسه السؤال الجد. يلا اسأل. أي غاز بطفي الحرائق؟ أي غاز بطفي الحرائق؟ هو يعني تكمل للسؤال الأول. السيو. بدي أبل عربي شو؟ بالعربي غاز يطفئ الحرائق. سيو اثنين. واللي هو ثاني؟ ثاني أكسيد الكربون. ما شاء الله، أنت سي او 2 رحت على الإنجليزي دغري. للأسف إجابتك صحيحة. إجابتك صحيحة، وبتربح معنا هدية من عند مراد سنتر. بنقول لك كل عام بخير. وانتم بألف خير، رمضان كريم. خلص هاي علينا رمضان، جاي أجواء العيد. عيد كريم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا مكملين حلقتنا من ديزول. السلام عليكم. عليكم السلام. عارفين حالك؟ رنا نسيم مصاروة. أهلا وسهلا فيك. كيف هيك التحضيرات للعيد؟ ايه على قدم الوساق. شو بتشتغلي حضرتك؟ عاملة اجتماعية. حلو، مجال شوي تغلبته آخر فترة، كان مظاهرات واشياء. ايه صراحة أنا جديدة في المجال، فما كنتش بعدني أيام المظاهرات. لا. طيب كيف شايفة هذا؟ بتنصحي يعني هذا المجال يفوت عليه؟ المجال كثير حلو وفيه كثير هيك بعتي سيبوك. صح، وفي إنسانية برضه كثير. طيب بدي اسالك سؤال، اذا بتعرف الجواب رح تربحي معنا هديه من ديزول. والسؤال بيقول، كم مره ورد لفظ المسجد الاقصى في القران الكريم؟ كم مره ورد لفظ المسجد الاقصى في القران الكريم؟ مره واحده، ثلاث مرات، خمس مرات. مره واحده، ثلاث مرات، خمس مرات. مره واحده. جواب نهائي. طيب الله متردد، إجابة صحيحة. وربحت معنا هدية، دلع سيارتك من ديزول. تفضلي، هاي هدية من ديزول، بتدلع فيها سيارتك. ونقول لك كل عام بخير. أنت بألف خير. مشاهدينا مكملين حلقتنا زي ما عودناكم من ممشى كفر قرع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا، عرفنا حالك. أنا قصيح من زودي فناتكا. أهلا وسهلا فيك قصي. قصي شايفك بتمشي وبتعمل رياضة قبل الإفطار. الحمد لله. كيف أجواء العيد هسه؟ التحضيرات يا زروع. الحمد لله. عملتوا كعك العيد؟ منا. انت بتسوي كعك العيد؟ بساعد.
طيب جماعة قصاي لا قصاي من أوائل الناس اللي اكتشفوني ودعموني في بداياتي من كان عمري 16-17 سنة. بيضة. تذكر؟ أكيد. شو رأيك فيه اليوم؟ تطورت ولا شو وضعك؟ رائع أنت. ما عاد يعني. تابع البرنامج؟ إيه. شوف حلقات؟ صراحة لا. شو متابعه؟ لا. طب بس بدك تحضر؟ إن شاء الله أكيد. إذا ربحت بدك تحضر؟ إن شاء الله. إذا ما ربحت إيش؟ بحضر. طيب بدي أسألك سؤال وإذا عرفت الجواب بتأخذ معنا هدية من بريحين. طيب يلا. أحد الأنبياء صام عن الطعام 3 أيام ليرزقه الله ولدا، فمن هو؟ لك احتمالات؟ يلا. إدريس عليه السلام، أيوب عليه السلام، زكريا عليه السلام. زكريا. جوابك متأكد منه؟ إن شاء الله. أكيد؟ إن شاء الله. وإجابة صحيحة. مظبوط قصي، الجواب زكريا عليه السلام. تربح معنا هدية من بريحين. شو بتحب تقول للناس مناسبة اقتراب عيد الفطر؟ أحب كل الناس إن شاء الله هم دائما يضلوا بخير، كلياتهم سلامة وديروا بالهم على حالهم، إن شاء الله ربنا بوفق بلدنا ويصلح أهلها ويصيروا الناس كلياتهم ملاح ونفتخر فيهم. طبعا إحنا من أساس نفتخر بهالبلدنا كلياتهم ملاح، وإن شاء الله بيضلوا الناس بخير وكل عام أنتم بخير للجميع. وأنت بألف خير يا رب. مشاهدينا مكملين حلقتنا من الممشى ونشوف هنا مشترك جديد. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. تعرفنا حالك؟ رائد محمد خلف من كفر قرع. كفر قرع، اهلا وسهلا فيك. اهلا خير. شو كيف شايفك ماشي من بعيد؟ والله ماشي قبل الافطار منيح، المشي قبل بالساعة. تعود انت يعني كل يوم ولا جديد بلشت برمضان؟ يوم اللي عصر لي حوالي سنتين. صار لك سنتين؟ سنتين. كيف حاسس؟ الحمد لله. لحالك تيجي؟ ايه مرات انا لحالي، مرات انا العيلة بنيجي مع بعض. اصحاب؟ مرات وانا اصحاب بنيجي مع بعض. حلو كثير. شو بتشتغل حضرتك؟ عم بشتغل منهل عبودة. حلو كثير، يعطيك الف عافيه. صعب برمضان الشغل؟ صعب بس بنروح بدري. بتروح بدري حاسبينا. طيب بدي اسالك سؤال، بتعرف الجواب تربح معنا هدية من برنس، وركز معي. تفضل. من هو النبي الذي راى الشمس والقمر ساجدين له في منامه؟ عندك احتمالات؟ يعقوب عليه السلام، هود عليه السلام، يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف. جواب نهائي؟ نهائي. بدك شخربطك مش يعقوب عليه السلام يعني؟ لا. متأكد؟ متأكد. شكلك دارس منيح. الحمد لله رب العالمين. وإجابة صحيحة، يوسف عليه السلام. وبتربح هدية من برنس. من كلك ألف مبروك. شو بتحب تقول للناس بمناسبة عيد الفطر؟ إن شاء الله من كلهم كل عام بخير، إن شاء الله يعود علينا وحنا فاضيين البال، إن شاء الله بخير يا ربي. أسلم. ومكملين حلقتنا من شوارع كفر قرع. السلام عليكم. السلام. عرفنا حالك. رواد أبو عطا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف التحضير للعيد؟ الحمد لله ماشيين. عملتوا الكعك ولا بعد؟ لا عملنا. عملته؟ عملنا امبارح. هسه سؤال أمانة، أنت بتساعد ولا بس تتفرج؟ لا بس بتفرج. زيك يعني. طيب بدي أسألك سؤال، إذا بتعرف الجواب رح تربح هدية من إكسترا سبورت. جاهز؟ جاهز. ماذا يسمى تحول المادة من الحالة الصلبة للسائلة؟ يعني تبقى صلبة بتصير سائلة. شو هاي الحالة بتسمى؟ تكثيف، تبخر، انصهار. تبخر غلط، ظل عندك تكثيف وانصهار. انصهار. انصهار. جواب نهائي؟ نهائي. مظبوط، اجابتك صحيحه، انصهار. وبتربح معنا هديه من اكسترا سبورت. وبنقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير، رمضان كريم. كملين من عند العكاوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني تعرفنا حالك؟ رضوان فارس بدحي. شو أخبارك؟ والله نحمد الله. شفت لك أنا مبسوط. شو كيف أجواء التحضيرات للعيد بلشتوا؟ والله الحمد لله، ولا بسنا بلشنا. شو أجواء رمضان هذي على أبواب قربت تخلص إن شاء الله. وشو رأيك بالعكاوي؟ العكاوي ألف ما شاء الله عليه. طيب بدي أسألك سؤال، إذا بتعرف الجواب ربح هدية من عند العكاوي. اشتريته ولا بعدك؟ لا بحنا وصينا. وصيتوا. طيب تطلع لك أخرى هدية. في مثل بدك نعطيك تكمله وبعطيك احتمالات يعني. المثل بيقول المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، ولا قوله وفعله، ولا روحه وجسده. اخر مره ما فهمت. المرء بأصغريه، مثل هذا. المرء بأصغريه. الأصغريه هن قلبه ولسانه، قوله وفعله، روحه وجسده. قلبه ولسانه. قلبه ولسانه. ولا جواب نهائي. عيدني اخر مره الاحتمالات. قوله وفعله، قلبه ولسانه،
روحه وجسده؟ الأول قلبه ولسانه. قلبه ولسانه إجابة صحيحة. لا ما كنت متأكد. لا مش يعني 80% بقى الجواب. طيب انت عرفت طلع صح؟ خلص. زي ما شو بتشتغل؟ احنا انت شو بتشتغل؟ انا بشتغل كهرباء وعندنا قاعده فراع حلو. الف مبروك ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر السعيد، والف مبروك الهديه. الله يهني عمرك حبيبي. تسلم. طور روحك انسى همومك، بيك مرسومة في شهر الخير.